بنتكلم عن موضوع كابتن محمد عادل وعن تصريحات كابتن محمد عادل وتصريحات ايضا كابتن عصام عبد الفتاح، وزي ما قلت لكم ان يعني هي تصريحات القانون يجب ان يتم تطبيقه بعيدا عن اي شيء تاني. هو ده ملخص الخمس دقائق ولا السبع دقائق اللي الواحد اتكلمهم ما قبل الفاصل. القانون يجب ان يتم تطبيقه بعيدا عن الاحتواء وبعيدا عن الكلام في هذا الامر. وتصريحات الكابتن عصام عبد الفتاح الحقيقه انا كنت اتمنى ان الكابتن عصام يقول ان الكابتن محمد عادل غلط في هذا التصريح وكان يجب ان هو يقول كذا وكذا 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 وكذا. عموما خلينا نروح لواحد من رموز النادي الاهلي ايضا علشان نعرف رايه في هذا الامر، المهندس عادل القيعي. ازيك يا باشمهندس؟ مساء الخير. مساء الخير يا كابتن اسلام، عليك وعلى الساده المشاهدين. يا باشمهندس انت وحشنا جدا اليومين دول، انا عارف هي اجازه اجباريه بس انت وحشنا يعني. والله يعني علشان خاطر النادي الاهلي والحدث المهم انتخابات النادي الاهلي كلنا يعني، رغم ان كلكم وحشنا والمشاهدين طبعا وحشنا جدا وفي كلام كتير جدا نحب نتكلموا مع بعض، لكن البركه فيكم بقى. برضه نسمع منك يا باشمهندس، يعني ايه رايك في قصه الاحتواء؟ لا هو مش مساله احتواء، وخلي بالك الاحتواء ده لفظ بيحاولوا يبرروا بيه الكلام اللي اتقال. لكن في اي مكان في العالم هذا الكلام وان كان مش مفاجاه بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتيره قوي لان كانت فاهماه. يعني بعض الالفاظ اللي احنا يعني ثقافتنا اتعودت عليها، برافو الحكم خرج بالمباراه لبر الامان، الكلام اللي بيدل على ان الحكام في كل العالم اسمهم ايه؟ قضاة الملاعب. ايوه. وليس مخرجين. لكن لما تقول لي خرج بالمباراه لبر الامان يبقى قد يكون في احيان كثيره على حساب العداله. وعلى حساب شغلته الاصليه. اللي هو ملوش دعوه باي احداث في المباراه، ليس مسؤوليته الحفاظ على امن المباراه خالص. مش دوره. دي دور ناس ثانيه كتير جدا، اهمها النظام، لان الناس لو اتعودت على بقى الكلام ده انك تفوت دي عشان الناس ما تزعلش وما يحصلش مشكله، الانضباط بيضيع. لكن لو الناس كان بيحكمها الصح والغلط والحساب والعقاب وكده، هي الانضباط هيجي داخلي. خلينا بقى من الكلام ده كله، لان المباراه دي باحداثها مرتبطه باللي حصل بعد كده. قبل بس ما حضرتك تروح للي بعد كده، انا عايز اسالك سؤال برضو، لانه سؤال مهم جدا، او حدث او حاجه حصلت مهمه جدا في مباراه ليفربول ومانشستر يونايتد. ليفربول كان كسبان مانشستر يونايتد 5-0 خلاص. الحكم بول بوجبا دخل على لاعب، طلع الكارت الاحمر واداله الكارت الاحمر. هل كان يجب على الحكم في الوقت ده ان هو برضه يعمل حساب مانشستر يونايتد، يعمل حساب بوجبا، يعمل حساب كذا، يعمل حساب كذا، ويبقى في احتواء للامر، ولا هو الحكم طبق القانون، الحكم الانجليزي يعني طبق القانون؟ بص يا كابتن، ما ده اللي انا عايز اقوله. اتفضل يا باشمهندس. الحكم ملوش دعوه. ملوش دعوه بالناس اللي حاسه بايه. اللعيب اللي بيغلط بيتحاسب وكل واحد ياخد حقه. انت نازل اسمك قاضي الملعب. وربنا ادالك درجه من درجات الاستئناف اللي ما كانتش متاحه لتحقيق مزيد من التاكد في القرارات والعداله. مش علشان تستخدم هذه وسيله الاستئناف في الاعتداء على العداله. بس يعني ايه، انا هربط لك الامور ببعض. اتفضل يا باشمهندس. لان احنا يعني لو كل الساده المشاهدين وخصوصا جماهيرنا الحبيبه لازم يلاحظوا ان في عمليه لمحاوله اخماد الفرحه وتفصيح الحدث بكل انتصار يحدث في النادي الاهلي. مظبوط. يكسب ثالث العالم يقول لك المسابقه دي اصلا مش عارف ايه. تعمل نتيجه كبيره يجي يقول لك ما احنا لو كنا الشوط الثاني حصل على الشوط الاولاني كان يحصل ايه. المنافس من حقه يقول ده عشان يصبر المعسكر بتاعه. نعم. لكن لما بعضا من جمهورنا وكثيرا من نقادنا انساقوا في هذا الامر، هنا تلمح ملامح الغلط بقى. أيوه. الغير مقبول. ده كلام يا جماعه
لو تعودنا عليه مش هنعرف نستمتع بكرة القدم. أصبح التوتر، كسبان خسران، متعادل فايز ببطولة ما فايز ببطولة، دائما هناك من يقلل إنجازك ويقلل من ضحك. أيوه. ارجع للمباراة. ناس عمالة تقول لك الأهلي وتغييرات موسيماني وموسيماني فرط في نصر عظيم والتغييرات. إحنا عمالين نقول إن الأهلي عنده ثلاث فرق. ودكة بتقل الملعب اللي موجود. والمصابين فرقة ثالثة تقدر زيها زي اللي بنلعب. من أين يأتي لما تخرج لعيب زي تاو وتنزل الشحات ولا بتاع كلهم لعيبة ما انتش عارف مين الأفضل فيهم. مظبوط. الأفضل فيهم اللي بيوفق يوم المباراة واللي بيلتزم. فمسألة إن التغييرات بتؤدي، لا سيبك من الكلام ده. لأن جاء بس برضه في الأول، أنت فاكر ماتش الإسماعيلي؟ قال لك لا موسيماني كسبان اربعه هو ما يجربش ليه؟ ما بيغيرش ليه؟ فين الشجاعه؟ فين الجرأه؟ هو ما فين محمد محمود؟ الله. طيب لما جه غير في الماتش الثاني ازاي الراجل ده فرط فيه نصر عظيم وكسبان 5-1 يروح لاعب في التشكيل؟ ليه ما كملش على الثاني وخد طيب وعصر؟ يا باشمهندس، عايز اقول لك على حاجه. حضرتك بعد المباراه شفت تقريبا كل البرامج وكل الناس وهي بتتكلم، شفت حد اتكلم على التكتيك اللي هو بيلعب بيه موسيماني مثلا؟ حاجه دي اتكلمت فيها امبارح حتى، ان هو قفل اهم ما يميز نادي الزمالك اجنحه نادي الزمالك. مظبوط. طيب هي ليه اجنحه نادي الزمالك لم تكن على المستوى المطلوب في هذه المباراه؟ لان انت مقفل عليهم بشكل جيد، سواء من ناحيه اليمين باكرم او من ناحيه الشمال بعلي ووراه ايمن اشرف، وناحيه اليمين اكرم ووراه بدر بنون، وبينهم حمدي فتحي بيغطي على كل واحد من الاثنين دول، وبالتالي انت قفلت اهم ما يميز نادي الزمالك، عشان كده قدرت تجيب اجوان في نادي الزمالك. حد اتكلم في النقط دي يا باشمهندس؟ بعض الناس كلها وخصوصا الشباب اللي هو غاوي الاحصائيات وبتاع بيحاول يلمس على الحاجات دي. ايوه. وبيجيب سيرتها. ايوه. لكن الموضوع في رايي هو مقصود، يعني هم مش الناس مش واخده بالها، لكن جمهورنا احنا اللي مش واخد باله. مش واخد باله ان الناس بتستغله وبتستخدمه في التقليل من حجم انجازات الاهلي وحجم فرقه الاهلي. ايوه. والراجل اللي شغال معاك والذي يحقق كل هذه البطولات لا يمكن يكون من فراغ. طبعا. يعني. طبعا. دي حاجه، وابتدي يقول لك التوفيق والحظ ومش عارف ايه والكلام ده، وتدي فرصه ان حد يقلل من انجازك ومن فرحتك. لكن جاء القدر عشان يحط النقط على الحروف. عشان يجي بعد التصريحات اللي مش مفهومه بتاعه 50-50 و70-30 والكلام ده، رئيس لجنه الحكام ياتي حكم المباراه عشان يقول هذا التصريح المدهش الذي يضع النقاط على الحروف. عرفتوا يا جماعه ايه اللي غير الماتش؟ ايه اللي هدى الماتش؟ ايه اللي غير النتيجه؟ لان حكم المباراه كلمه قال يا جماعه انا قلت لهم الوقت اللي جاي ده اداره وازاي نحتوي اللاعبين. لا يعني بيحتوي غضب اللعيبه. لكن هو يعني لكن كلمه اداره يعني ايه؟ اداره يعني توجيه. مش اداري. يعني في فرق بين ان انا ابتدي اتعامل بالشكل الاداري، اداري يعني استخدم ادواتي. لكن اداره يعني اوجه القرار. وهو ما فعله باقتدار واستخبى في نتيجه المباراه اللي ما تخليش حد يحتاج على قراراته. لما يكون هناك اكثر من ضربه جزاء لم تحتسب، هقول لك اديتك اثنين. الزمالك مره خد قدام السويس 4 ضربات ورا بعض، واشاد الناس كلها بالكابتن الغندور. ايوه. ازاي يدي 4 ضربات؟ الزمالك خدهم في مباراه واحده. انت لو ليك ضربه جزاء خدها، لكن يحتسب عليك ضربه جزاء وهميه علشان تقلل النتيجه، ونبتدي السفاره تبقى في اتجاه الموائمه، موائمه الظرف، ونترفخ بقى على مشاعر الناس. والكلام ده بتسلب مني حقي بان انا اعمل في يومي الذي انا ربنا موفقني فيه وعامل شغل كويس ومذاكر شغل كويس، ان اخد حقي واعمل النتيجه اللي تخليني يعني دائما اتذكرها.
هذا كلام خطير يا كابتن اسلام، والذي لا يجب ان يمر مرور الكرام شأن قرارات غريبه جدا، سواء في القيد، في اداره المسابقه، في تعديل مستمر على نظام المسابقه. ايوه كل الكلام ده كابتن. يعني اتمنى ان حضرتك الاسبوع الجاي يا باشمهندس يعني تكون موجود معانا على الهواء في حلقه نقدر نتكلم اكتر طبعا وباستفاضه اكتر في هذا الامر، لانه من الواضح انا مش عايز اطول عليك عشان بواصل، لكن الحقيقه مستمتعين بيك يا باشمهندس. كلام كنت عايز الوقت يتنبه ليه بس. انا بشكرك جدا يا باشمهندس المهندس عدلي القيعي، طبعا بالنسبه لكل الاهلاويه هذا الرجل هو رمز من رموز النادي الاهلي وسيظل دائما رمز من رموز النادي الاهلي. قال كلام كتير جدا جدا الحقيقه، انا طالبت بهذا الكلام من شهر ونص تقريبا مع بدايه تعيين الكابتن عصام عبد الفتاح. عندك مشكله كبيره جدا وعندك حاجات كتيره جدا يجب ان يتم حلها خلال الفتره اللي جايه.